ليش احنا بننخل الطحين؟ تعرف سمير؟ لا والله. احنا بندخل الطحين عشان اول اشي ننخل معاه المكونات الثانيه عشان كله يتجانس مع بعض. تمام. وعشان ما يطلع معنا كتل طحين ويغلبنا وقت العجن، خصوصا اذا احنا عم نعجن بايدينا. هذا حليب بودره. بالضبط، فحطيت هون انا 550 جرام اللي هو ما يعادل 4.5 أكواب طحين، وزدت ربع كاسه حليب بودره، الحليب البودره بتعطيها طراوه وحتي نكهه كثير طيبه للخبز، وزدت ملح. اوكي؟ تمام. ننخل كل المكونات مع بعض. اوكي. انخلي. انخلي. في كثير من سيدات البيوت بحبوا موضوع العجين والخبيز والهذا، وايضا صارت الادوات زي ما تفضلت يا شيف والافران هاي متوفره. زمان يعني بدها كانت تعجن وتخبز يكون عندها هذا من الفرن، عرفتي ابو البابين. ويعني حفله بتصير بالدار هسه بسلاسه، مع انه هذا الفرن ابو البابين بجنن، هو احسن. طيب احنا عارفين، بس انه يعني صار سهل، الواحد بشقه بطبخ عادي يعني، مش لازم يكون عنده ساحه برا ويلا ومي مع السلافه يعني. فهون خلصنا، زدنا الحليب، طحين، ملح، وهون حنزيد محسن العجين اللي هلا احنا عملناه مع بعض، ورح نزيد خلطة الخميرة. هذا محسن العجين حتى يبقي الخبزة طرية. صح. ويغلفها. لأربع خمسة أيام. لأربع خمسة أيام. هون عندي الخميرة هاي هتنشطت، شفت البابلز هون؟ هاي معناتها إنها نشطة. هاي يعني راح تطلع العجنة لهون. راح تطلع طابقتها، هاي البابلز أستاذ، هاي راح تخليك تشوف العجين هسه توصل عندك على القلب أستاذ يوسف. يلا بسم الله. تمام؟ فاحنا كونه حكينا كثير معلومات، بس بحب ارجع اذكر انه المكونات جدا بسيطه، مي، حليب بودره، خميره، بس النسب والمقادير هي الهامه جدا. بالزبط. واللي لازم تديروا بالكم عليها، وحكيت لنا الشيف عن الكوب المعياري طبعا. بالزبط. تمام. وبس حنحطها ونعجنها، اذا عندنا عجانه بنحطها على سرعه وسط وبنعجنها تقريبا 17 دقائق. ليش؟ عشان احنا بدنا نفعل الجلوتين اللي فيها، الجلوتين، وبدنا اياها هيك تكون هشه وسكوشي هيك معروف القصد، معروف القصد. اعجني يلا، هيا اعجني. بسم الله.